السلام عليكم. اهلا وسهلا. اشتك عاطي لاطاك هاد الايام، شنو هو السر السي بشاي؟ خويا السر البرومو الكليان خصنا نتهلاو فيه، كاين تعجبون ذاك الكومونتير ديالهم. حنا كنخدموا معاهم، الكليان ديالنا اسمع من ضروري اسمع حمد، هذا خويا كافي راك عرفتيه، حتى هو مولاه وانت اللي مدخلو، وهذا راه خويا ديزيكويل، هادو بجوج ب 600 درهم، يعني هذا راه بوحديتو داير 600 درهم، وديزيكويل راه داير 200 درهم. بغيتيهم بجوج راه 600 درهم، بغيتي هذا بوحديتو راه 600 درهم، بغيتي هذا بوحديتو 200 درهم، وإلا خديتيهم بجوج كنقول لك 600 درهم، وكل واحد بالشالير. باش نسرح لك من دابا اسمح لي النقطة معاك مرة واحدة باش ما نبقاش في نعاود نهضر بزاف، نمشي لك على الخدمة. هذا راه شال. شال ديال الحرير. هذا راه شال الحرير. زهرة. أييه، وجو راه هو هذا، ها وجو، وهذا توا كذلك راه شال، يعني الجلابة ديال هذا. هذا تاهو كذلك راه شال، يعني راه العبار كبير كيف قالت لي واحده قبيله، راه هذاك الشال راه صغير، راه ماشي صغير اختي. متر ولا متر في اختي؟ تغطي به هذا ديروا له ازار للصيف. راه ماشي صغير، الراس اللي كبير. هذا عاوتاني هنا، الون اخر، هذا عاوتاني تاهو كذلك، مع هذا اسمع ديك البيه ما تزربش، انا ما كنزربش لي سكريلي. دابا هادو دو بياس راه 600 درهم. يعني ولا بغيتي تاخذي واحد اختي راه غتاخذيه بالثمن ديالو الحقيقي، يعني الا بغيتي هذا راه ب 600 درهم، بغيتي هذا راه 250 درهم، بغيتيهم بجوج ب 600 درهم. يعني واضحين دابا السمعه. واضحين دابا صافي. انا حبيبي هذا عاوتاني مع هذا. سي بشعيب بحال حاجه اخرى، مثلا كلينا الا بغات تبدل اللون ديال هذا واللون ديال هذا، واش كاين مشكل ولا لا؟ ما كاينش مشكل. يعني خذي اللون على ذوقك، يعني خذي الكافيار اللون اللي بغيتي، وخذي هاد برانس دوغال اللون اللي بغيتي انت. ومع ذلك انا فكرت في هادشي علاش درت لك لون اسمح انا مفتوح وهنا مغلوق، يعني باش ما تقوليش لي انا عطيتهم لي بجوج مفتوحين ولا بجوج مغلوقين، عطيتك واحد مفتوح وعطيتك واحد مغلوق، وبغيت تغيريه مرحبا على الراس وعلى. انا عارفك هادشي كطير فيه السي بشعيب ويلي. الله يطول عمرك نعمس. ها انا سيدي حبيبي عاوتاني. ولكن غادي تحبس السي بشعيب دابا ياك خويا. باش تقول لهم لي جيم. والبارطاج. واللايك وسبسكرايب. ديال بشعيب باش يعيب. هاكا يلا. لايكي هو باش يزعمك صراحة بنتوا لي لايكيتوا هاد السيمانة بزاف. انا سيدي. ما صاخيش بكم. وي راه هما السبب اللي خلوني كنجدر نصور بلا وقت. هاي. انا سيدي حبيبي هذاك داز ياك، شوف معايا عاوتاني هذا اسمع شوية سلام، شوف اللوينات كيفاش دايره. ديزيكوي. هذا وهذا عاوتاني ب 600 درهم. بالنسبه للجوده ديال الفولارات ولا الشيلان، راه حنا كما كنقول لكم راه ديرنا جوده مزيانه دابا، يعني ديال الحرير زعمنا فيهم في الثمن، لينا جبنا لكم حاجه مزيانه، ومع العلم انهم غير كادويات حنا، ولكن رميساء دار الجود والكرم، يعني الكادو كتعطيه بالقوام ديالو، ما نعطيكش كادو حبوره ياك اسي. فكرتيني في هذه القضيه ديال الكادو، كيف قلت لكم الدريات الشيلان او الفولارات ما كنتخلصوش من غير كندخلهم، يعني ما كيتعلاش بغيت تقول لي هذاك اللون جا او ما جاش ولا هذا ما جاش، يعني انا اصلا هذا ما مخلصش فيه، الا ما صلحش لك لهذا راه يصلح لك شي حاجه اخرى، مع العلم انا كندير لك الشار والفولار اللي غادي يناسب الجلابه، انت كتشوف هنا اللوينات كامله. ها هو مطرد، هو فيه المطرد، فيه الشيبه وفيه الشيبي. ها هو عاوتاني كيف نقولوا، ها هو المارو، ها المارو الصفر، ها هو فيه القطعه الصفرين، يعني راه ما مقصرش في حقه، وانت بغيتي تغيري راه غيري، ومع ذلك راه كنقول لك الا غيرتي راه غير الصوره اللي ما كتبانش لك واضحه. لا دابا الصوره واضحه السي بشعيب، واضحه ان شاء الله. انا سيدي النهار اللي راه ما عندي نون كومنت بدون تعليق هذه الفولارات. هذا تاهو عاوتاني راه بجوج، هادو 600 درهم، ولا بغيتي واحد اختي بوحديتو 600 درهم، وديزيكويل 200 درهم. انا عاوتاني سيدي محمد على كارنج عاوتاني كبير، قول لي واش قصرنا شي وحده في حقها. لا والو اخويا والو، انا اللي كنشوف بعيني. باش انت يا اختي كتشوفي في التليفون الصوره ما واضحاش لك مزيان، راه انت كتشوفيه واعر، بزاف ديال الكليان كينباهروا بالفيديوهات ديالنا، ولكن تيقين اختي شتي ملي غادي يوصلك الثوب راه غادي يفاجئك، غادي تفاجئ، غتقول حرام يتظلم هذا الثوب هذا، في هاد لا فيديوهات راه ما كيبانش مزيان. هادو عاوتاني بجوج ب 600 درهم. انا سيدي 600 درهم الفاندي. واش علاش راك عارف اسمع خويا كورونا هي اللي درت الازمه هذه، يعني نجيكم من الاخر بحال اللي راحنا غير كنبدلوا سلعه فلوس وصافي، هذا هو اللي كاين، لاعبين على القبض وعلى راحتهم هي اهم حاجه، هما هادشي اللي بغينا نخليو سلعتي في المحل، يعني مبعث اليوم نبيعها غدا ونبيعها ب 12000 ريال، شي حاجه اللي بيعها اوريجينال والثمن اللي هو معقول، واللي عنده شي حاجه ما قال يورينا مرحبا، الثمن راه جد معقول، والسلعه كذلك راه مزيانه ومزيانه بزاف، والثمن تاهو كذلك راه مزيان ومزيان بزاف، وبصحتكم وراحتكم، هادشي اللي عندي اسمع. بالصحة والراحة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، وما تنساوش تجمجموا بشعيب حيت كيبان ليا قداش ما جمجمتوه كثر راه كيسخن معاكم كثر في الفيديوهات، ما تبخلوش عليه، مازال أنا ملي نكون في الفيديو ما تجمجمونيش باش شي مشكل غنصور لكم، ولكن بشعيب راه كيمشي بلي جيم ولي بارطاج، ما تنساوش بارطاجيو له هذا الفيديو هذا الماكسيموم، خالتك عمتك جداتك صاحبتك كلش الناس العزاز كلهم بارطاجيو، غير يشوفوا بلا ما يشريو، ما كاينش مشكل.